اليوم راح اعطيكم سلاح هو اقوى سلاح السولت رايفل نزل ويا اسلحة الكولد وور الحديثة. ممكن بالمستقبل راح يضعفوه ويقوون غير اسلحة، هذا شيء كلش اكيد، بس هسه احنا علينا بالحاضر، والحاضر هو سلاح الفاماس. هذا السلاح تقدر تعتبره ازفال بس برينج عليه ومجازين ابو الخمسين طلقة. والسلاح هيك جربته، قلت خل العب جيم قبل البث على متأكد من النت مالتي، ومن الجيم الاول جبت فوز وكلات كلش عالية، والسلاح يثرم بالمسافات القريبة والمتوسطة حتى فوق المتوسطة. واكيد انصحك تستخدم وياه سنايبر فقط، لانه اكثر شيء متراهم ويا هذا السلاح هو السنايبر. اما سفر اعطيكم افضل كلاس لهذا السلاح، بس هذه المرة مو كلاس ثابت، لا راح نسوي الكلاس حسب انت اللي تريده وطريقة لعبك. فاذا انت تريد السلاح على ماكس دمج بس الركول راح يصير شوية عالي، فخلي البير الاخيرة المصدر الاخير على مود ما حد يشوفك بالمود من ترمي، الاندر بير قبل الاخيرة، والماج الاخير على مود 50 طلقة بنفس الوقت تسوي ردود اسرع، والليزر راح تخليه هو الرابع على مود هيف فاير تطيق بعد افضل على مود المسافات القريبة راح تلعب وياهم وتقدر تكتم بشكل احسن. اما اذا تدول فول كنترول فول ريكويل كنترول والسيطر على الريكويل بشكل زين على مود تقدر ترمي الناس مسافات بعيدة، بخلي المزل الرابعة والبيرل اللي هي تعطيك افكتيف دامج رينج والقرب نفسه والماج نفسه، بس هالمرة توخر الليزر وتخلي الرير جريب اللي يعطيك ام داون سايد سبيد، لان انت اذا واحد تتواجه وياه بالمسافات القريبة لازم تقيم عليه بسرعة وترمي لانه ما عندك هيف فاير او دمج كلش عالي، تفهمني؟ اما اذا تريد بيرل تعطيك مو بس دمج انما بولت فيلوسيتي، يا اخي ايش قد كلمة صعبة هاي، فهاي موازنة بين هذين الاثنين يعني بين سرعة الطلقة بين الدمج رينج، فاخذ هاي اذا تريد، بس اذا تريد فول دمج رينج هذا احسن بالنسبة لي، ودمج شوي اكثر شوي شوي هنا. وهسه راح اخليكم جيم كامل استخدم بهذا السلاح، طبعا الجيم هو سولو، واللي ميز هذا الفيديو انه خليت لكم شلون اني العب بدون ما اقطع كلش هواية، يعني ملخص المفيد مال طريقة لعبي وشلون افكر شلون العب بالسولو. وشغلة اخيرة، اذا حاب تدعمني بطريقة اخرى بضغطة زر فسوي سبسكرايب، عود اريد اوصل 30,000 قبل نهاية هاي السنة، بس مبين ما راح اقدر اوصل، بس هيجي خلينا نشوف اجرب، بلكي يعني بلكي الله نوصل 30,000 قبل نهاية هاي السنة. متابعيني الاعزاء اللي متابعيني حطوا لي لايك، لان هذا الشيء راح يرفع الفيديو بعد اكثر عمود يوصل لاكبر عدد من الناس، وبنفس الوقت يمكن نوصل للهدف حتى ابو 30,000 مشترك. فاي هذا كل شيء عندي، استمتع باقي الفيديو ومع السلامه. يا بصال جيلو داخل سوبر ستور سولو، اكثر شيء خوف بالدنيا هو السوبر ستور بالسولو، ما تعرف مين اللي خاتلي لك، وين خاتلين؟ بس ما واحد يا اخ، والله شريف هذا اللي يركض بالسوبر ستور، هذا انسان شريف جدا لانه مو مكمبر. كفو اسلحة نلعب يا اسلحة، راح العب اني فاماس طورته وركول ما تسعر خرافي، وعندي 38 طلقة بس نحتاج ابو 50 طلقة. ايه نزل فوق، هذا بعد ما راح ينزل منه الباكر، بس يحسك واحد جوا، هذا هو لا راح ينزل ولا بطيخ، انا راح تريق راح انا يبسط لي الصينية جيب جيمر شوي بيضتين بتشاي شوي خدرة، هذا ثقيل شو وقت ينزل؟ نزل حبيبي الغالي، كم من ريوق بلا زحمة، اجيب لك صمونة زايدة الا نطلع له من برا، نشوفه بالله بس مش يرمي علينا ودي تريق. بالعافية حبيبي والله العظيم بالعافية، عافية على قلبك الدافي. سذره هنا أنا. ناخذ السيارة ننطلق لهم، الناس مبين يدا يتعاركون بيناتهم، لازم فاككهم، يجب جدا انه فاككهم، بس اهم شي ما يفاككوني. شلون دعمته؟ شلون تستعرج لو مات؟ لا 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 اوه 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 ايزي بوي ايزي احنا من وين نخاف؟ من الخلف، احنا مين نخاف؟ من الخلف، انا هذا العزيز. يا بالله شوية لك 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 كخوي ابوي، هذا مين اجى هذا؟ اهلا وسهلا حبيبي،
من بعدها ما مطريق. هذا واحد على اليسرى. لو انتظري لو اهجم له، بس هو صاعد فوق اعتقد، صار فوق مو فوق. خلينا نعلس. تعال يا حبيبي، تعال من شباك. تعال 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 بهدوء وتأنن. واحد ثاني جه. يا يا بيلك عمي، الفاماس طرقاعه، سلاح طرقاعي. يا الله يا الله، هذا مين طلع عني؟ وين راح عني؟ لك عمي ترى فاماس خرافي. سهل شي قد ما دالغي بالاخير اموت وروح الفيديو امسحه واللغوه كلها تروح. شفت صديقي ليش ترمي عليه؟ انا شو مسوي له؟ يعني ليش تطفر حبيبي؟ ويلي الله لك، شنو هاي الفاماس؟ اوعدوا على اليمنى؟ اوكي؟ لا نفس له. ممتاز، عطوه شوي 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 شوي. تعال انزل لي، تعال تعال. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا حبيبي. انت ليش 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 انت لو متزوج ما احسن لك السي من هاي السالفه التعبانه؟ متزوج بس نجي سيلف ريفايف واثنين يو اي في، قضيتنا كلش تمام. هذا الفيديو نجح وبقينا عايشين وفزنا من اول جيم بالفاماس، فراح ينزل فيديو خرافي. هذا الشيء اللي ما راح. ودراي 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 ودراي، بس هذا بعده فوق. انا خايفين من الفوق، انا لازم نقتل فوق. انا بعدين شوف اللي ورانا. ما طاح ما طاح طاح. ما ادري شلون ما جبت هيد شوت صراحه، ما اعرف يعني شلون. اجانا يا ابوي يا ابوي، الفاماس اللذيذ اللذيذ مفيد للصحه. شكرا على الكله. يعني طبعا الايم مالتي مو كل الزين انه اول جيم. هذا واحد جديد علقت يا بلو معلقي اني ودا اتواجه وياك. كان هسه كسرت الحاسبه الجميله مالتي. هذا بونتيو، هذا وين؟ شنو هذا برا الزون ولا وين هذا؟ وينك يا صديقي الجميل؟ اهلا بصديقي الجميل، شكرا. ولازم يقتلني بس ما ادري شلون قتلني. تعلموا دائما اهم شيء السياره، اهم من حياتك هي السياره، اهم شيء بالدنيا بالسولو. اهم شيء امشي امشي هاي السياره، امشي امشي ولو هي شاحن كبير احسن. اهلا وسهلا يا ابي، شنو هذا السلاح؟ شوف بسرعه يكسر الدرع. راح مل وقف. لك حبيبي عندي، لك عندي فاماسو. انت تعرف شنو فاماسو؟ فاماسو يعني فاماسو سما. هذا فوق على يا بهم زين عبالي فوق. لا يا الله لازم فاكك هذول، لازم فاككم، لازم فاككم. اهلا وسهلا حبيبي، شنو تتبع عليه؟ ايش تسوي؟ شنو؟ تعال لك حبيبي، انا عندي سيارة الجاجرنوت، انت ايش تريد تقتلني سفر؟ بس اوقف لي، انطيني عطوه شوي، انطيني عطوه انطيني عطوه، احسن ما اموت هسه واخسر الجيم وامس هذا الفيديو مو مشكلة. انطيني عطوه شوي، هاي كسر، هذا ارمي على سيارتي. اعرف هذا. شوي شوي هدوء، هدوء تن. اضرب. هذا نعبر نرتاح. بس انا خايف هسه يطلع لي واحد من الشباك ويلسني. روح كل هذا التعب واللغو اللي لغيته هسه بهذا الفيديو كله. والله ما
من اول جيم نجيب ان شاء الله. والله خسرنا مشكلة، نزل جزء من عند هذا الفيديو كذا وعدنا. عمي التايم تكل مال هذا السلاح مو طبيعي، شوف سوا صدق يعني سلاح مو طبيعي ابد. احنا لازم نعبر لهذا البيت الثاني، بس شنو ممكن يطلعوا لي باي مكان من اي علقت اللعبه، من اي حمام، من اي مكان، من اي شباك ممكن خات لي. لازم العبها بهدوء وتأنن وشويه شويه ادور. اه بعد وراي. اوكي اوكي باع عليه. مضينا. طلع شوي راسك. طلع شوي. شكرا. طلع شوي بعد. بلا زحمة بس ارد افنشك شوي. ما اسوي لك شيء والله ما اذيك بس افنشك وش ما اسوي. اسوي لك شيء. نام هناك هذا نام 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 نام. دي يخلف هناك. اخذول كله اخذول كله ليش واي تو جونا. اسمع تعال 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 ما اسوي لك شيء. الفاماسو الفاماسو الفاماسو. بس ما ادري امد عزي من الشباك اللي وراي على مود ناس اشوفهم يجوني يباعوني. ان شاء الله كلش تفيداي شباب، يعني اذا بقى هذا الفيديو عايش ولا راح انزله حتى لو اموت. راح انزله حتى لو نخسر هذا الجيم مو مشكله. لازم هذا الخوش فيديو تعلموا من عنده. يلا طلع حبيبي. اما اخذوا الكله مره الاخ يا الله. الله اخذوا الكله مره الاخ يا الله. هو الثاني وين؟ الثاني كان راح يطلع يسرى او يمنه. يسرى ما داس ما احد فعلي من الاغلب. اوكي ترى اطول نلعب بدو تنن بقى بس اثنين بس. طفار يمكن. اه رم وقف وقف رمى واحد على يمنه. شوف هذا رم لك هذا بتاع العالم عمره رمى بالغلط خرب. عندنا افضليه الي هاي الي هذا الجيم الي دا سمعه. نزل يا هلي من اول جيم يا الله. من اول جيم السولو صار لي كوم ملاعب كوم ملاعب عمي. جي جي استاه خنفق المبغليه.